ما بتشوفي هم ابني فادي ما عم يزبط تأجيل الجيش تبعه وتخلف عن سحبه، وبيني وبينه ما خرج هلا يجوا يسحبوه لانه مبلش بشغله كثير كثير حرزانه. يا علي يا علي ان شاء الله. اذا بانك ما بتصدقي كرام خانوم نومه بالبيت ما عم يجي ينام، خايف يجوا يسحبوه. ولا يهمك ست جاكلين، قولي له يطمن باله. اخي ليش عم تطمنها؟ اذا مسكوه اخذوه على الجيش خلص راحت لسنتين ونص. مثل ما عم اقول لك، طمني بالك وباله. شو ما عم تفهم؟ لسه بتقلها طمني بالك وريحي حالك، لك مين فكر لي حالك شو اليوم؟ اليوم الأحد الثلاثة، اثنين الشهر رح ينزل إعفاء عن كل متخلفين عن الجيش. العب العب ياه فخري، متأكد من هالحكي؟ مثل ما عم قلك يا ست جاكلين. هي بتكون إشاعة. ايه أكيد إشاعة، أعلنوها مشان العالم تتطمن وتبرد قلبها وبعدين يسحبوا المتخلفين. تصطفلوا لا تصدقوا، بس بعد بكرة الثلاثة ولا نشوف إذا رح تطلع إشاعة. يا فخري إذا طلع هالحكي صحيح أنا جاهزة لأحلى حلوان. من هلا عم أقلك حضري الحلوان لأنه الخبر صحيح ست جاكلين. أحم هلا أنت متأكد من قصة الإعفاء اللي حكيتها قدام ست جاكلين؟ طبعا حبيبي طبعا. ايه لا بقى، إيه لو كنت وزير ما بتحكي بهالثقة. مثل ما بدك، بس الحجر يلي ما بيعجبك اخي في ديل بفجك. ايه بقص ايدي اذا ما رح تطلع اشاعة ورح تصير قد النملة قدام الست جاكلين. ما رح قلك شي، كل وقت قريب والثلاثة منشوف. طيب قلي منين عم تجيب معلوماتك؟ سوري ما فيني قلك. ايه طبعا ما فيك تقلي، لانه بكون سمعنا هالحكي من شي حدا بالجامعة وهالحدا سمعنا من حدا تاني، يعني بالمختصر اشاعة. ونصيحتي لك يا فخري لا تحكي بالإشاعات لأنه ما بيعود حدا يقبضك. ما رح أرد عليك، احكي على كيفك. وليش أخذت موقف من كلامي؟ هلأ الوسط الفني قديش في إشاعات؟ كتير. شي مرة سمعتني عم أخذ وأعطي بالإشاعات؟ لا، لأني ما بدي العالم ما تقبضني. لك يا عمي بهالبلد ما في أكتر من الإشاعات، كل يوم في إشاعة جديدة. هلأ بزمتك بزمتك، مو كل يوم نسمع أنه الوزارة رح تتغير؟ بتتغير شي؟ مو كل يوم نسمع انه خطوط الموبايل رح ترخص؟ ترخص شي؟ إيه لعلمك انه ب 14 الشهر الجاي رح ترخص خطوط الموبايل. هو علينا يا لطيف. شو جحش لك يا اخي؟ مو كل شي تسمع وتصدقه. بيقول المثل حمار طلع نار، قال له اسمع وسطح، فاسمع وسطح. إيه لا تصدق مثل خانم. بدي بوسه لابو الاخبار الحلوه. اهلا وسهلا، تفضلي. جايه وجايبلك معي الحلوى.
حلوان. حلوان شو؟ يوه حلوان الخبرية اللي عليها فخري، ليش ما عدريتي طلعت مزبوطة؟ لكان ما قلت لك الثلاثة معناتها الثلاثة. وانت شو عرفك بالقرار فخري؟ عرفت، المهم طلع صح مو إشاعة. اجيبولنا هلأ صحون ناكل قطو. يا لطيف حظك شو قوي، يعني من بين كل هالإشاعات زبطت إشاعتها. لسه بقول لي إشاعة. لك يا طبل عندي أخبار، إذا قلتها بدها تطير لك عقلك لأنه كلها صحيحة وموثوقة 100%. اطول بالك خالتي، مو كل شي تسمعه تصدقه. هيك عم قلها بس هو مصر يصدق كل شي. أكيد هلأ ابنك مبسوط وطاير عقله مو هيك؟ إيه أني مبسوط، إيه أني طاير عقله، إيه قليلة قدي كان هكلان هم خطيه. صحيح أبو فادي، شو أخباره أبو فادي؟ يي أبو فادي علينا وعلى أبو فادي. خير؟ شو بو أبو فادي؟ أنا شو بيعرفني؟ طالع لي هلأ بفنة جديدة، قال بده يترك الشغل ويطلع التقاعد. لا يو اوعك ام فادي، ما في اسال واغلص من قعده الرجال بالبيت. لكان عم تقليلي الي، انا ما بصدق امتى يخلص نهار الجمعه من غير شغل. وليش بده يترك الشغل؟ ليكون تعب. لا ما شاء الله على همته، لا تعبان ولا شيء، بس هلا جاي على باله يشارك ابن عمه بتجاره اللحوم. يو ليش هو بيفهم تجاره اللحمه؟ ايه انا بعرف. غلطاني يا ست جاكلين، اسمحي لي غلطاني كثير، خليه يشتري اليوم قبل بكره مثل ما عم اقول لك. وليش ليشتري اليوم قبل بكرة؟ استاذ فخري؟ ايه ست جاكلين، اوعك تنسي، خليه يشتري، بعد يومين بدها ترتفع اسعار اللحمة. تخنتها فخري؟ تخنتها؟ كيف عرفت انت باسعار اللحمة؟ اخي دريت. ومن وين دريت؟ سوري ما فيني اقول، بس متأكد. فخري، متأكد من حكيك؟ ولو يا ست جاكلين، شو شفتي؟ انا بحكي حكي ماني متأكد منه؟ فخري انت متاكد؟ هي تجاره، يعني اذا بيخسر مصاري بينخرب بيته الرجال. قولي له يشتري على مسؤوليتي. يا فخ فخ فخري تعال تعال خيو، منيح اللي شفتها، بدي اسالك سؤال. شو بدك يا زلمه؟ مشوش قلق. خيو بكره انا رايح على المعهد، عم فكر اشتري شوكولا، شو رايك اشتريها اجنبيه ولا وطنيه؟ ولا اجلها شوي بلكي بترخص الاجنبيه. تضرب بشكلك ما اغلظك. لك عادي ليش عم نسال؟ الدنيا اخذوا عفا. تفضلي اختي. على اذنكم. اصر اخي ابو شحاده يجي معي لحتى يتعرف على فخري. ناديت له بس عم يلبس اواعي وجايه. ايه شو هالفخري؟ الله يخلي لكم اياه. تسلم. حاكم من ورا نصيحة فخري اشترى اخي ابو شحادة وابو فادي صفقة لحوم، ايه اسم الله وما شاء الله، ربحوا فيها الطاق دبل. والله والله فرحتينا. اي نعم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا عمو. اهلين سلامات. يا مرحبا. شرفنا. تحياتي. شلون صحة؟ انا جاي اشكرك بنفسي وجايب لك هدية حتى تتذكرنا دائما. شرف. شرف تفضل. يا ميد اهلا وسهلا، تفضل تفضل. شكرا. شكرا عمو بس ما كان في داعي. افتح هلا لنشوف بركي ما عجبتها. اوه كثير حلوه بس والله مو مستاهله، يعني خجلتوني. شو مو حلوه؟ حلوه كثير كثير كثير، بتستاهل اكثر من هيك انت. بس بدي اسالك، يعني منين جايب هالخبريه الحلوه هي يلي قلتها للست جاكلين وخبرتني اياها؟ سوري عمو ما فيني اقول، بس اتاكد انه انت دائما بالبال واي خبر بهمك اكيد رح تعرفه. يعني لو فيها كثره غلبه الاخبار اللي بتصلك بس عن اللحمه؟ لا عمي ابو شحاده، بس عن اللحمه. شو بدك اخبار عندي؟ واخبارك موثوقه؟ ولو لسه عم تسالي ابو شحاده، انت بالذات ما لازم تسال. بدك تقلي منين عم تجيب معلوماتك؟ بيروتشي ميلان. لك فخري شبك، خالتك عم تسألك ما تجاوبها. اوه شو حلوة هالساعة، باينة تقيلة ما. ولك فخري عم شو صاير عونطجي؟ لا تجذبها، من وين عم تجيب أخبارك؟ جاوبنا. يا الله على السؤال. ولك تعال هون. هات الصابون إيدك، هات حاكيني. نعم أمر. قلي منين عم تجيب هالمعلومات؟ منين عم جيبها يعني عم اسمعها؟ ومنين عم تسمعها حتى عم تقولها بكل هالثقة؟ من رفقاتي. ومين هدول رفقاتك؟ ما بتعرفوهم. طيب شو بيشتغلوا رفقاتك حتى بيعرفوا كل هالمعلومات؟
طلاب مثلي مثلهم. لك والله دبل قلبي منك، راسي رح ينفجر. كرام جيبي لي حبتين وجع راس الله يخليكي. والله يمكن ما عنا، انا اخذتهم هلا ببعت بجيب لك. ايه لا تشتروا هلا، حاكم الاجنبي مفقود وغالي، بكره يا بعد بكره راح يسمحوا باستيراده. عن اذنك سوريا خانو. ولك هذا ابنك رح يجنني. طولي بالك اختي مشان الله مشان صحتي، هلا بشوفه. يعني كمان قصة اللحمة زبطت معك؟ شو شايف؟ زبطت ولا ما زبطت؟ والله برافو علي. لك لسه ما شفت شيء قبل فيد. لك عندي أخبار إذا بقولها بتعمل لك ثروة بيومين. بس آخ يا فيدي الأخ، بس لو في عنا رأس مال. قديش رأس المال يعني؟ شو يعني قديش رأس المال يعني؟ بدك تحكي بالملايين. تعرف يا فخري، أنت ما بتعرف تجيب مصاري. شو يعني؟ يعني لو كنت محلة وعندي كل الأخبار، إيه ما بقوله لمين من كان، إيه شو تكية؟ بهالزمان ما في شيء ببلاش، حك لي لحك لا. هلا فهمني، لا تحكي شروي غروي، شو قصدك؟ قصدي انه الاخبار اللي عم تقولها حق مصاري، مصاري مو ساعه وقلب جاتو وتفاهه. معقول يعني اخذ منهم المصاري؟ بالله مو معقول. شو غشي لك يا اخي، بتفتح مكتب استشارات تجاري وبيصير حي الله حدا عنده استشاره بيدفع مصاري، مثل الدكتور مثل المحامي مثل اي شيء. اعمل هيك مكتب ولحق على مصاري. هلا انا ما افتح هيك مكتب. غرفتي بنعملها احلى مكتب. هلا هي الغرفه بدها تصير مكتب؟ شلون بدهم يقبضونا العالم؟ اه لك شو بدك انت يا ريس، انا بعمل لك اياها اجمل مكتب وشي راكز على كيف كيفك. والله فكره، يعني ممكن امورنا انا وياك تصير فوق الريح في ديل. ولك طبعا فكره، بس المهم انت تكون متاكد من المعلومات اللي بدك تحكيها مشان ما تبهدلنا. ها من هالناحيه لا تهك الهم بنوب، خلاص عندي. طيب فخو ما بدك تقول لي منين عم تجيب معلوماتك. سوري فيدل ما فيني. لك قل لي يا زلمه، انا مو رفيق اكله. لك رفيقي بس هذا سر المصلحه، ما فيني اقول لحدا. اخر كلام؟ اخر كلام، صدقني ما فيني اقول لك. طيب دير بالك، مو بكره تقلنا شيء خبريه هيك قلا قلا وتفوتنا بالحيط، هي علقه مع تجار مو حي الله. لا يا فيدل، تاجر ومنجم ما بيجتمعوا ولو. يلا خلينا نبلش شغل حبيبي. يلا يلا. جبت الغراض. شوف لي هالقرمة ما أحلاها. قلت له شو؟ مكتب الاستشارات التجارية. فخري. شو يعني؟ يعني أنا وأنت. كثير منيح. نزلت المكتب على غرفتك؟ صار جاهز معلم. قد إيه بعت الساعة؟ 9000 ليرة. فيدل. الله وكيلك 9000 ليرة معلم، دفعت منه حق المكتب والكراسي والقرمة. كثير منيح. كم كرسي هدول؟ هدول ثلاثة. ولسه بدي أجيب يعني. ناقصنا يعني؟ لشو هالكراسي؟ شو هالكركبة هاي؟ عفوا سوريا خانم، قررنا أنا وأخي فيدل نفتح مكتب. مكتب شو؟ مكتب استشارات تجارية. ليش أنتوا بتفهموا بهالقصة؟ شو فهمنا؟ نفهم منيح بالتجارة، ما هيك أخي فيدل؟ طبعاً طبعاً رئيس. شي حلو والله، تفتحوا مكتب ببيتي؟ ولك شو بدهم يقولوا علي العالم؟ مؤقتاً سوريا خانم، شغلة شهر لبين ما ناخذ مكتب لحالنا. ولك حاجتكم زعبرة وحكي بلا طعمة، لك عدوا درسوا. درسوا اللي عم تساووه، هاد لعب اولاد. طيب سايرينا شي اسبوع زمان ما منستاهل؟ ولو اذا لقيتينا ما عم ندرس منيح وفشل المشروع سكري لنا هالمكتب. ولك انتو مو بس جلطه رح تجيبولي، رح تعملولي فالج رباعي. ولك تصطفلوا اعملوا اللي بدكن، يا لشوف شو اخرتها معكن. طولي بالك سوريا خانم، طولي بالك، بكره بس لتشوفي شغلنا قديش رح يتطور ويصير منيح حتغيري رايك، صدقيني حتغيري رايك. في ديه طلع علق لي هالارمه برا براس الحاره ورجع على السريع زق لي هدول لتحت. يلا حبيبي يلا. حمام رئيس، هوا هوا بسرعه. فيدل اهلا وسهلا. شرف اهلا وسهلا. تفضل سيد ابو ما تعرف. ابو احمد اهلا وسهلا. تفضل اهلا. تفضل. هذا يا سيدي، اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. هذا يا سيدي انا شيخ تجار نبزونيه، وكل شي فينا حنات بنبزونيه انا بوندن بضاعه من جنيعه. اللهم زيد وبارك. تسنن. ومنشان هيك انا قاصدكم باستشانه. تفضل عمي ابو احمد، تفضل.
هذا يا سيدي سمعت انهم بدهم يمنعوا استيناد سنوبان، ونعنونكم اذا بنعوه بده يغنى سنوبان، فشو رايكم يكون نخبي البضاعة اللي عنا حتى يغنى ونكنه اشاعات؟ والله يا عمو ابو احمد يوم الثلاثة الساعة 12 الظهر بدهم يمنعوا استيراد السنوبر ويخففوا نسبة الضريبة على استيراد الكاكاو. نتأكد اخي؟ ولو طبعا متأكد. استبينا نكان. اهلين عني ابو احمد، تشرب نينانية؟ نأ فينا النيسة؟ اهلا اهلا بالسيد فرانسيس حياتا. اهلين سيدي فرانسيس. صار لي مدة عم بسمع انه بدهم يسمحوا باستيراد الذهب التلياني، صحيح الحكي ولا قولكن إشاعة؟ مزبوط سيد فرانسيس، يوم الخميس 27 الشهر رح ينزل قرار رقم 1422 واللي رح يسمح باستيراد الذهب الطلياني، بس للأسف رح يفرضوا جمارك عالية شوي. متأكد يا قلبة؟ طبعا. بلك تسلم لي عينك انت وياه على هالخبرية، صلنا زمان ما قشعنا قرار مثل هالقرار الحلو، تستاهل بوسي من بين عيونك. تعال شو؟ بوس عمك فرانسيس. قوم رئيس. بدي وحدة تالتة. وانت كمان. مرسي كتير. اهلا وسهلا وسهلا. طمني شو وضع السيارات بالبلد؟ محسوبك صار حاملهم 200 سيارة ولاحشهم بالمنطقة الحرة، بقى الجمارك رح تنزل ولا رح تطلع؟ ليش محلك تعرف يا أبو جهاد؟ بحياتها الجمارك عنا بهالبلد ما رح تنزل، عطلوا الله وكيلك عطلوا. شو بتنصحني يعني؟ نام عليهم ولا جمركن واخلص منهم؟ نام عليهم. جمرك يا أخي جمرك ولحق حالك. كتر خيرك، سلام عليكم. أهلين أخي أبو مرعين. بالمهي هات لشوف ونورنا، شو وضع الحلال اليوم؟ شو يعني حلال؟ هلا ما بقى تعرف الحلال؟ مواشي يعني. المواشي عنزول. يعني اشتري هلا بيع. بيع لميناي. اللي مفاجئني انه كيف كل هالعالم دريت بمكتبنا بهالسرعه. إيه لك الرئيس، الشام صغيره، كل واحد بيخبر الثاني، بعدين هدول تجار بيشموا مصلحتهم شم، ولا تستغرب بكره يجينا تجار من برا البلد. لك إيه بس والله ضاج راسي اليوم يا رجل، ما ضل تاجر بالشام ما شفته، تجار الحريقه، تجار البزوريه، سوق الهال، الصاغه، تجار القماش، وليشوا فيها تجار البلد. بس هيك ما رح يمشي الحال. شلون يعني ما رح يمشي الحال؟ يعني لازمنا سكرتيره تنظم المواعيد، تفوت العالم عشان ما تنعجي قدام خالاتك. ايه معك حق. خلص بكره مندق لمايا بتيجي بتشتغل عنا سكرتيره بعد الظهر ومنجيب لها خط موبايل. ما حذرت، ما رح اجيب هلا، بعد كام يوم رح يرخصوا الموبايلات. مثل ما بدك رئيس، بس نحن هلا محتاجينه، شو لو يندقوا التجار لعند خالاتك ولا بيموتوك. ولي ايه والله معك حق. خلص خيو بكره منجيب خط ومنعوض فرق حقه من الاستشارات. ايه مو بس خط موبايل، لازم نجيب كمبيوتر مشان نعمل فايلات لكل حدا عمل عنا استشاره، لك مشان يكون كل شيء على نور. فيديل؟ ايه انت ما نسيت اهم شغله لازم نجيبها؟ شو؟ خزنة مصاري. ايه والله. لك بس بتعرف ابو الفيد، يعني بركي مايا ما بتفهم بامور السكرتارية، لازم نعمل لها انترفيو قبل ما نوظفها. اوكي. طبعا كل شيء حسب الاصول. ايه يا مايا، شو بتعرفي بالكمبيوتر؟ بعرف ماشي الحال. إيه هذا مو جواب، على أي برامج بتعرفي تشتغلي؟ شو بنا فخري؟ عم قلك بعرف. لا يا مايا ما بصير تحكي هيك، نحن هلا مانا رفقات، نحن عنا شغل وأنت عم تعملي انترفيو. يعني بجوز نقبلك وبجوز لا، أنا ما بدي كب مصرياتي. طيب، بعرف اشتغل على الوورد وعلى الإكسل. ممتاز، ونحن بدنا نشتغل على الإكسل. كيف لغتك؟ شو كيف لغتي؟ كتير منيحة طبعاً، بدرس أدب إنجليزي أنا. ممتاز رئيس، كتير منيح. معناتها رح نعطيكي موبايل للشغل، بتردي على التليفونات وبتعطي العالم مواعيد، واي حدا من الزباين بيجي لعنا بتعملي له ملف، فهمتي؟ فهمت. واي ساعه بيبدا الشغل؟ من الساعه 4 لا يخلصوا المواعيد. شو بيناسبك الشغل؟ ايه منيح، بس قديش الراتب؟
قديش حاطه ببالك انت؟ ما بعرف، هي اول مره بشتغل. لكان من اخره وبدون لف ودوران 2500 ورقه. بالله ليش مين لسه بياخذ 2500 ليره؟ شو بدكم تستغلوني استغلال انتو؟ لا منيحه 2500 ليره ما اول شغله لك. لك ما بتلاقوا حدا يشتغل عندكم بهيك رقم. لا اختي لو سمحتي لا تعدي على المصلحه، البلد مليانه بطاله، منلاقي كثير بهذا السعر. بس يلا معلش كرمالك ولانه في بيناتنا خبز وملح رح نحاسبك قلم قايم. 3000 ليره. 2750 ليره. شو استبينا؟ لا فخري كثير قليل هيك. إيه لا مو قليل، الله وكيلك الشغله مو جايبه رسمالها. بعدين السوق دائر والاحوال بتبكي. لانه الاحوال بتبكي ما بتوفي. بولادي بولادي يا مايا، انه اللي صحيح لك مو صحيح لحدا. ايه والله مزبوط، الرئيس مكارمك خير الله. كانوا ولا لا تواخذيني، اخذي على لساني على قد ما عم اسمع. بس معلش ما راح زعلك، انت من عظام الرقبه. يلا 3000 ورقه بالشهر مو كثير رئيس. لك لا ولو مايا بتستاهل. يعني ما بتزيد هون شوي؟ اعوذ بالله. هيك بتطلعينا على البنكيت ترضيها انت؟ خلاص خلاص دبلتولي قلبي، موافقه. مبروك رئيس. حبيب قلبي مبروك انسي مايا. الله يبارك فيك. يلا يا جماعه الفاتحه عنية التوفيق. شرفي يا خانم، سلمي مكتبك. يلا تفضل. اجمعي لي كل الفايلات بملف واحد. منيح هيك؟ منيح. هلا هون بهذا الملف اجمعي لي كل تجار سوق الصاغه. تمام؟ منيح. هلا هيك بيكون كل شيء صار تمام. يعني ضل علينا شيء؟ لا، يعطيك العافيه. يا هيك الشغل يا بلا. ما شاء الله. ايه لا، زودتوها كثير. شو؟ عاملين لي مكتب هون؟ لك فخري شو عم تشتغل انت؟ الحمد لله، لا عم اسرق ولا عم انهب، شغل شريف نظيف وبالحلال. ومن ايمتى حضرتك عندك هوس بالتجارة؟ لك مو عم تدرس طب؟ وإذا كان كرام خانم عم يروح على كليته وعم يداوم وعم يدرس ما عم يقصر، بعدين هذا الشغل بعد الظهر بس. أنت ما دخلك. يا طنط كرام، ليكو فخري شوفت عينك عم يضل قدام عيونك لا له روحه ولا له جاية. مو من حقي أفهم شو هذا الشغل؟ شو طبيعته؟ يا ماما ما رح تفهمي إذا قلت لك. شو قصدك ولا؟ أنا قليلة فهم؟ لا كرام خانو ما هيك قصده الرئيس، بس الزمن كتير تطور والشغل ما عاد مثل ايام زمان. دكتور وبس، مترجم وبس، ممثل وبس، في شغلات تانية بيشتغل الواحد بس ما إلى اسم، فيك تسميها انت شو ما بدك. ما هيك رئيس؟ ايه ايه. لك دخيلك انت وهالشرح، انت ما دخلك. كرام كأنه الغسالة تعطلت. هو علينا. لك شو ساويتي لها هلا وقتها؟ يو شو بدي ساوي لها، وقفت لحالها. ولا يهمك، عندي مايا دقيلي لأبو رياض. ألو مرحبا سيد أبو رياض، سيد فخري بدي يحكي معك. ألو تحياتي أبو رياض، شلونك تاج راسي؟ لك تمشي على رمشي وتهدي على خدي حبيب القلب. أبو رياض أظنك بخدمة إلك ولا لدي حبيب القلب. خيو الغسالة عندي بالبيت تعطلت، بدي واحدة جديدة. ولو يا أبو رياض، طبعا أحسن نوع، شغلي بدها سوقة. مانع تكلس؟ إيه ما في مانع تكلس. حبيب القلب ماشي ماشي أبو رياض على عيني. شلون ميكروويف؟ لا والله ما عندي. يا سيدي انت كريم ونحن بنستاهل. عراسي ابو رياض سلم على كل الشباب، مع السلامه. لا ماني نسيان، خلص بس يطلع القرار انا بخبرك. عندي لا تحكي كلام ولو. مع السلامه مع السلامه. هاي انحلت الازمه، صار عندكم غساله جديده وميكروويف، شو بدكم اكثر من هيك؟ وكله من شغل الجديد اللي مو عاجبكم. ما يا خانوم يا ريت تفتحي لي على ملف ابو رياض لنشوف شو في عنده دفعات. لا والله اليوم كومبلي. ايه بس اذا بتحب بكره الساعه 8 اهلا وسهلا. اوكي يا هلا. الو
أهلين مدام ريحاب. بكرة ثواني الساعة 9. أوكي أهلا. شو عنا مواعيد اليوم؟ بعد 10 دقايق موعد السيد أبو بشار، وبعده بساعة موعد السيد مازن. متأكدة إنه ما بيلتقوا مع بعض؟ أبو بشار ما رح يضل هون أكثر من نص ساعة. إيه منيح، لازم ديري بالك يا مايا، الزباين ما لازم تلتقى مع بعض بنوب. والله فهمتوا لهالدرس. إيه مايا، طلعي لي ملف أبو بشار ومازن مشان نشوف شو عاطينه المعلومات. طلعت لك إياه وبعثت لك إياه قبل بوقت. إيه ممتاز. والله عم تتعبي معنا يا مايا وبتستاهلي مكافأة كبيرة، واليوم رح أحكي مع الرئيس بهالموضوع. أنو رئيس؟ ولو المعلم من رئيس فخري. وعندك بحرية يا رئيس، عملة وطنية يا رئيس، والرزق كويس يا رئيس، وعكلة تيس يا رئيس. عم امزح رئيس، عم امزح. وهي 3000 ليرة امناهن على جنب راتب مايا. حطهم بظرف. يلا. رئيس والله عم نتعب لمايا معنا بالشغل، شو رأيك تزيد لها 500 ليرة؟ وأنا هيك رأيي، وأنا هيك رأيي. أوعك تهبل تمك بهيك حكي مرة تانية، ما بتعرف قديش مايا ومجلوقة؟ بكرة بصير بدها على الطالعة وعلى الناس زيادات. خليك فتح، كل ما صح عنا نخصم لها لازم ما نقصر، فهمت؟ رئيس يا رئيس، رئيس. ولك لك يا هوا الشمالي نيران الرئيس قتال. لك عاش بقى، لكتني اطلع خذ للراتب لشوف يفضح ريشك ما اسمجك، اطلع. حاضر رئيس، حاضر حاضر. اخ راح يطق راسي على قد ما قريت اليوم. وانا مثلك، يلاقي قلبهم هالتجار شو بيلعبوا. انا ناس ان شاء الله. من عيوني ان شاء الله. ايه مو تكرار. سيد راسي انت، خدام شواربك انا. دخيلك بقى حاج تعيدهم. انا ناس رجيت. مساء الخير. مرحبا. اهلين. اهلين. شوف انت وياه. من بكره الصبح بتنقام الارمة. بعدين ولا رجال غريب يفوت على البيت. وغير هذا الحكي انا ما عندي. يا الله ما خلصنا من هالسيره. لا ما خلصنا من هالسيره، نحن مو عاجبنا شغلكم. روق رئيس، الله يخليناك بالهمه يا عمي. ليش شو شغلنا دخلك؟ شو هالشغل الشريف اللي عم بيجيب كل هالمصاري؟ شريف يا جماعه، والله شريف. حاجه بقى حاج، ما في شغل بالدنيا بيطلع كل هالمصاري بظرف اسبوع. هلا انتم ما بتعرفوا كيف مربين ولد سيد فخري، معقول يكون عم يشتغل شغله مو منيحه يا جماعه؟ بلا والله بعرف كيف مربيته، بس من حقي إذا شفته عم يغلط نبهه. وحياة عيونك يا أمي ما عم أغلط. فخري حاجة تسلب علينا، فهمنا شو هذا الشغل إذا كان شريف. دكتور عم تتمسخر؟ هلأ الدكتور إذا بتروحوا لعنده ما بتاخدوا منه موعد؟ إيه. وأنا نفس الشي بياخدوا مني موعد، ولما بتصلوا لعند الدكتور ما بتدفعوا معاينة؟ بلا. وانا نفس الشيء بيدفعوا لي معاينه، ولما بتفوتوا لعند الدكتور ما بتحكوا له شو وجعكم وبيقول لكم شو تعملوا؟ ايه. وانا نفس الشيء بفوتوا لعندي هالتجار بيحكوا لي شو وجعهم وبقول لهم شو يعملوا، معناتها يا جماعه انا دكتور. وانت شو فهمك بوجع التجار حبيبي؟ هلا كم مره صرتوا سالينه هالسؤال؟ المعلم فخري بيفهم وعم يساعدهم. لك انا لساتني عند حكي، شغلكم هاد ماله نظيف. يعني لهلا ما عم افهم، انتو ليش مصرين ما تستمتعوا بالمصاري وتشتروا اللي بدكم اياه؟ ليش مصرين تعقدوها؟ يا عمي ما في شيء نظيف للاخير وما في شيء وسخ للاخير، نحن مزيج ابيض واسود وانتو لساكن عايشين زمن الخير والشر، يا عمي هذا الزمن ولا وراح، بعدين فخري حتى ولو كان عم ينصب العالم وهو مو هيك اطلاقا، فمال السارق من السارق كالوارث عن ابيه.
معك ماشي؟ ان شاء الله نحن كله ظابط الامور هاي. طيب 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 انا بخبره ولا يهمك مع السلامه. شو بده ابو شادي؟ مو بس ابو شادي، صار متصل اكثر من 10 تجار كلهم عم ينقوا ويبهدلوا ويعيطوا، قال قراراتهم لهلا ما نزلت. شو رئيس؟ بلشنا نخربه؟ وينه فخري؟ اهلين ابو رياض. لا اهلين ولا سهلين، لك شو عملت فيني؟ لك ما نزل القرار، لك طربقت الدنيا فوق راسي، خربت بيتي، خسرتني ملايين. طول بالك يا رجل، مو معقول. لك وين بتنصرف هي؟ طول بالك، لك خسرتني ملايين، ما عم تفهم؟ لك اللي عم ياكل عشي مو مثل عم يعدها. ما بصير، اكدوا لي انه القرار بده ينزل. وما نزل، شو نعمل سيد فخري؟ بسيطة بسيطة ابو رياض، خلاص انا بسألك ليش ما نزل. حبيبي لا تسأل ولا تتسأل، اصلا انا ما عاد اتعامل معك، الحمار ما بتطربق الدنيا فوق راسه مرتين. ايه والمعنى؟ المعنى انه بترجع لي الرعبون وبعد ربع ساعة رح ابعث لك شب تعطيه غسالة الميكرويف، العمى بالفعل جديدة بعلتي. شو اللي عم يصير؟ شو بيعرفني؟ ألو، أهلين سيد أبو غسان. لا مانو هون، بتحب خبره شي؟ كيف؟ إيه مثل ما بدك، مع السلامة. يا لطيف شو سفيه، قال رجعوا له الرعبون لأنه قرار الطبعات لهلأ ما نزل. العمى على هالنهار شو قبرصي؟ يعني مو معقولين هالتجار، لازم يربحوا دايما. لك ايش شو فيها اذا خربطنا لنا شي مره بتخرب الدنيا؟ لك ما هي تجاره، تجاره فيها ربح وخساره، ما بدهم يخسروا يعني؟ ايه ليكونوا مصادرك عم يخاوزوا معك. لا حبيبي ما نون حاسين بشي. طب مين مصادرك؟ ما خلصنا من السؤال انت الثاني. انت فخري؟ انا؟ لا والله يا ريس، ليكوا فخري هذا هو. جيبوا لي اياه. اسمع يا فخري، هلأ بدي أفهم شو القصة. طول بالك يا أخي، إذا مشان قرار البرادات فهو رح ينزل يوم الأربعاء. طول بالك بس ليوم الأربعاء. وأنت شو اللي عرفك؟ لا أنت ما بتريدني أقولها، هذا سر المصلحة. عم قلك كيف بتعرفه؟ لا لا يا محترم، ليش عم تعيط؟ عم قلك ما فيني أقول. بدك تقر ولا نقررك؟ العمى بعيونك العمى. مين حضرتك؟ مين؟ أنا من اللي بيطلعوا القرارات ولك. صعلوك ولي يا الله. ماما بدك تحكي ولا لا؟ بلا رح اقول. هات لشوف، احكي لي كل شيء وبالتفصيل. من هيفا. مين هيفا؟ هيفا رفيقتي بالجامعة يلي بتجي لعندكن على البيت. لك انا ببيتي كله ما في حدا بهالاسم. مين هيفا؟ هيفا 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 اللي بتيجي لعند مدام حضرتكم مشان تعمل. شو يعني؟ سكر سيدي سكر. هيفا شو عرفها؟ المدام بتحكي قدامها. قلت لي سكر مو هيك؟ والله لا اعمل سكر لرموش عيونك وشواربك. مش عطولي يا مشان الله سامحني يا سيدي، والله ما بعيده يا الله بابا. مش عطولي هذا كمان. انا مالي علاقه، هو الرئيس يا رئيس، الله يوفقكم على هالجيل الكافي.